يعني ممكن تبدأ تقول لي مثلا بحبك يا محبوب. فاهمني الأول بحبك يا محبوب محبوبة. اللي أنتوا شايفينه ده مقام الشيخ الفاسي. الشيخ الفاسي، الشيخ الفاسي ده من المغرب. القصور فيها 44 مقام. 44 مقام. اه. في مقام وفي أضرحة، هو الصوفية كده، يا إما مقام يا إما زاوية يا إما ضريح. هذا أصلا بيعمل حلقات صوفية كتير. في كتير. وهنا البلد يعتبر الصوفية هي الطابع، حتى لو الناس مش متشددة في الموضوع اه، بس هو الصوفية ده السبب الرئيسي للمقامات الكتير. أيوه. في وقت المينا لما كان العصر الإسلامي، لما كانوا بيروحوا ياخدوا المراكب من هنا عشان يروحوا الحجاز، كان بيجوا طبعا الأولياء والمش عارف ويجوا يقعدوا هنا، وفي ناس بتموت وفي ناس بتكمل، يعني الفاسي مدفون هنا. الصوفية عندهم اصلا رحله مشهوره قوي بتاعت البحر الاحمر اللي هي بتاعت الشيخ الشاذلي ابو الحسن. الشيخ الشاذلي ابو الحسن جه وقعد في القصور فتره، والشيخ عبد الجاد الجلاني جه وقعد في القصور فتره، وليهم زاويه هنا. هم لما بيجي يقعد في مكان، حتى يقال ان الشيخ عبد الجاد الجلاني هو اللي صد الاسطول الفرنسي لما جه يحارب، لما عايز يدخل القصور هو اللي جه وادار الحرب في الموضوع ده، والزاويه بتاعته موجوده لغايه النهارده. هنا بقى في حدث مهم خالص بيحصل في القصور، ممكن في جنة، في جنة مش بيحصل، لا في لوكسور، في لوكسور بيحصل، اللي هو موضوع المحامل. المحامل يعني كسوة الكعبة كانت بتطلع من القاهرة، كانت بتيجي على بوس، ومن بوس بتتحرك على القصور. لما بتدخل القصور كان بيبقى احتفال طبعا، بيبقى جمل هودل وفي جيل كسوة بتاعت الكعبة، وبتلف شوارع المدينة لغاية النهاردة العادة اللي احنا بنعملها يوم النص من شعبان. وده برضو منطقي، لان النص من شعبان كان لغايه ما يوصل الهودج هنا يتحرك في النيل في الماء في البحر، بياخد له تقريبا 3 شهور لغايه ما يوصل هنا، فبيدخل على عيد الاضحى على مواسم الحج. فده كان منطقي جدا ان النص من شعبان الناس لغايه النهارده بيحتفلوا بالموضوع ده عندنا في البصير، بس الموضوع اتحرف بشكل تاني، موضوع رمزي شويه، وبعدين بيبقى هو اتحرف. هي حرفيا ده احتفال كبير في البصير، بس اتحرف بدل ما كان زمان هو الهودج الوحيد، ده دلوقتي بيجوا يطلعوا للمجامات او للشيوخ. بيجي كل شيخ ليه هودج، وبيبقى مثلا هنا الصبح تيجي الساعه 7 الصبح تلاقي الناس دي كلها طالعه من البيت وعاملين الهودج وجايبينه وغاسلينه ومش عارف ايه، وحلاوه بتترمي، وبعد كده يجي الزمار ياخدهم ويروح مكان معين، المكان اللي كان بيقعد فيه كسر الكعبه، ويبتدي الاحتفال العصر يلف بقى المدينه كلها، يعني بيلموا على بعض كلهم لغايه النهارده بتاعه، يعني كل مجال مثلا كل منطقه كله بقى يجيبهم ويطلع بيهم على الجوانه المكان اللي كان بيطلع منه الهوده، بعد كده يرجع بعد العصر يمشي تاني في المدينه كلها ويودي كل جمل للمجام بتاعه. فده واحد من اهم الشيوخ اللي في القصير. في عندنا عبد الغفار اليمني، في عبد الله الهندي، عبد الله الهندي حتى المجام بتاعه موجود فيه كل السيف الهندي ومش عارف الملابس الهنديه ومش عارف ايه، وده مفتوح ناس بتشوفه يعني. اه مفتوح، وده مفتوح يعني المفاتيح هتلاقيها مع ناس هنا برضو ممكن في شباك كمان مش عارف ايه ده، شباك تبص فيه من جوه بص اللي فوق ده، شايفين اللي فوق ده، هو ده الهودج اللي فوق الجنب. فكل شيخ بيبقى ليه الهودج بتاعه.